سبحان الله. الوالد سيد وسي هاشم سي احمد رفاعي وزير نائب شيخ الطريقه رفاعي الصوفي كان كلب ديوانه بالمنصوريه يقرا الكتاب وحريص على طبعته وطبعه دلائل الخيرات شوارق الانوار ذكر الصلاه على النبي المختار صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الامام ابي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي. بردة المديح المباركه للامام شرف الدين بأبي عبد الله محمد البوصيري طبعت على نفقه السيد وسي هاشم سي احمد رفاعي. المهم انه هو الوالد كان يبتدي هني في دعاء يسمونه دعاء النية، كان كله هو يوم الثلاثاء يقرأ والخميس ومرات يعني، وهذا دعاء النية وبعدين هذا الابتداء وبعدين هني ورد يوم الخميس. فخلونا نقرأ للبركة له ولروح جميع جيرانه في مقبرة صلب خاتوة في دولة الكويت والكرة الأرضية. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ما الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وصحبه وسلم. اليوم الساعة الحين 10 يوم الخميس 9 رجب 1443 هجرية 10/2 فبراير 2022 ميلادية. الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. اللهم أني نويت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم تمثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم محبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك وازل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجة النبيين. وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمتي الشهادة على تحقيقه من غير تغيير ولا تبديل. واغفر لي ما ارتكبته بمنك وفضلك. وفي شو اسمه رب صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله سيدنا محمد وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. لأن اليوم هو ما شاء الله. بعدين هني ابتداء اللي هو يسمونه ابتداء الثلث الثاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتوالى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك وصلاة تبلغنا في الدارين عمين فضلك وكرامة اتفق رضوانك وصلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اكرم الكرماء من عبادك واشرف المنادين طرق رشادك سراج اقطارك بلادك صلاة لا تفنى ولا تبيد تبلغنا بها كرامة المزيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الرفيع مقامه الواجب تعظيمه واحترامه صلاة لا تنقطع ابدا ولا تفنى سرمدا ولا تنحصر عددا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون قفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة ويتبه وبالنصر والكوثر والشفاعة. اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد نبي الرحمة نبي الحكم نبي الحكم حكمي والحكمة والسراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وخاتم الرسل ذي المعراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه والسالكين عن منهجه القويم فاعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام وصابح الظلام مهتدى به في ظلمة الليل الشك الداج صلاة دائمة مستمرة لا تلطمت في أبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق في كل فج عميق الحجاج. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بإعباء الرسالة والتبليغ العام والمخصوص ب
شرف السعاية في الصلاح الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه صلاة دائمة مستمرة والدوام على مر الأيام ليالي والأيام، فهو سيد الأولين والآخرين وأفضل الأولين والآخرين، عليه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين وطيب ذكر الذاكرين وأفضل صلوات الله وأحسن صلوات الله. وأحسن وأجل صلوات الله وأجمل صلوات الله وأكمل صلوات الله وأسبغ صلوات الله وأتم صلوات الله وأظهر صلوات الله وأعم صلوات وأعظم صلوات الله وأزكى صلوات الله وأطيب صلوات الله وأبرك صلوات الله وأزكى صلوات الله وأطيب صلوات الله وأبرك صلوات الله وأزكى صلوات الله وأنمى صلوات الله وأوفى صلوات الله وأسنى صلوات الله وأعلى صلوات الله وأكثر صلوات الله وأجمعي صلوات الله وعم صلوات الله وأدوم صلوات الله وأبقى صلوات الله وعزي صلوات الله وأرفعي صلوات الله وأعظمي صلوات الله على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأجمل خلق الله وأكمل خلق الله وأتم خلق الله وأعظم خلق الله عند الله عند الله رسول الله ونبي الله وحبيب الله وصفي الله ونجي الله وخليل الله ولي الله وأمين الله وخيرة الله من خلق الله ونخبة الله من برية الله وصفة الله من أنبياء الله وعروة الله وعصمة الله ونعمة الله مفتاح لرحمة الله المختار من رسول الله المنتخب من خلق الله الفائز بالمطلب في المرحوب. سبحان الله. والمرغب المخلص فيما وهب أكرمي مبعوث أصدق قائل أنجح شافع أفضل مشفع الأمين فيما استودع الصادق فيما بلغ الصادع بأمر ربه المطلع بما حمل أقرب رسول الله إلى الله وسيلة وعظم غدا عند الله منزلة وفضيلة وأكرم أنبياء الله الكرام الصف على الله وأحبهم إلى الله وأقربهم والزلفى إلى لدى الله أكرم الخلق على الله وأحضاهم وأرضاهم لدى الله وعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسن وفضلا وأفضل الأنبياء درجة وأكملهم شريعة أشرف الأنبياء نصابا وأبينهم بيانا وخطابا وأفضلهم مولدا ومهاجرا وعترة وأصحابا وأكرم الناس وأورما وأشرفهم جرثوما وخيرهم نفسا وأطهرهم قلبا وأصدقهم قولا وأزكاهم فعلا وأثبتهم أصلا ووفاهم عهدا وأمكنهم مجدا وأكرمهم طبعا وأحسنهم صنعا وأطيبهم فرعا وأكرم أكثرهم طاعة وسمعا وأعلاهم مقاما وأحلاهم كلاما وأزكاهم سلاما وأجلهم قدرا وأعظمهم فخرا وأسناهم فخرا وأرفعهم في الملأ الأعلى ذكرى ووفاهم عهدا وأصدقهم وعدا وأكثرهم شكرا وأعلاهم أمرا وأجملهم صبرا وأحسنهم خيرا وأقربهم يسرا وأبعدهم مكانا وأعظمهم شأنا وأثبتهم برهانا وأرجعهم ميزانا وأولهم إيمانا وأوضحهم بيانا وأفصحهم لسانا وأظهرهم لسلطانا. الحزب الرابع في يوم الخميس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء واعطه الوسيلة والفضيلة والمقام والمحمود الذي وعدته وزيه عنا ما هو أهله زي أفضل ما جزيت به نبيا عن قوم رسولا عن أمتي وصل على جميع أخوانه من النبيين والصالحين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل فضائل صلواتك وشرائف زكواتك ونوامي بركاتك وعواطف رأفتك ورحمتك وتحيتك وفضائل آلائك على سيدنا محمد سيد المرسلين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة سيد الأمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به عينه ويقبطه به الأولون والآخرون. اللهم أعطيه فضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزل الشامخة. اللهم أعطي سيدنا محمد الوسيلة وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع. اللهم أعظم برهانه وثقل ميزانه وبلج حجته وارفع في أهل عليين درجته وفي أعلى المقربين منزلته. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته واحشرنا في زمرته ووردنا حوضه واسقنا من كأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد واعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته مع أخوانه من النبيين
مع أخوانه النبيين صلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة وسيد الأمة، وعلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء ومن ولد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصل على ملائكتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين علينا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي. تقبالك سيد، لا تخش عندك، لا الحشرة تهنع، لا تخش عند الولد لا تدوسه. ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وسيد المرسلين وسيد الابرار زي المرسلين الخيار، واكرم اكرم من اظلم واكرم من اظلم، عليه الليل واشرق عليه النهار، وعدد ما نزل من اول الدنيا الى اخرها من قطر الامطار، عدد ما نبت من اول الدنيا الى اخرها من النبات والاشجار، صلاة دائمة من دوام ملك الله الواحد القهار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرب بها عقباه وتبلغ بها يوم القيامة منى ورضا. اللهم هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد، هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد، هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد، هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد حائل الرحمة وميمي الملك ودال الدوام، السيد الكامل الفاتح الخاتم، عدد ما في علمك كائن أو قد كان، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، كلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون، صلاة دائمة بدوامك باقية بقائك لا منتهى لها دون علمك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد حائل الرحمة ميمي الملك ودال الدوام، السيد الكامل الفاتح الخاتم، عدد ما في علمك كائن وقد كان، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن كلما ذكرك وذكره الذاكرون، كلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون، صلاة دائمة بدوامك باقية بقائك لا منتهى لها دون علمك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد حائل الرحمة ميمي الملك ودال الدوام، السيد الكامل الفاتح الخاتم، عدد ما في علمك كان أو قد كان، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون، صلاة دائمة بدوامك باقية لا منتهى لها دون علمك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد نبي أمي، وعلى سيدنا محمد الذي هو أبها شموس الهدى نورا وفرها، وإيسر الأنبياء فخرا وأشهرها، ونوره أزهر الأنوار الأنبياء وأشرفها ووضحها وأزكى الخليقة أخلاقا وطهرها وأكرمها خلقا وأعدلها. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي، وعلى سيدنا محمد الذي هو أبهى من القمر التام، أكرم من السحاب المرسل والبحر الخضم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي، وعلى سيدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارحم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي أمي، وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، وارحم سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، واجزي سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وليك المجتبى وأمينك على وحي السماء. اللهم صل على سيدنا محمد أكرم الأسلاف القائم بالعدل والإنصاف، المبعوث في سورة الأعراف، المنتخب من أصلاب الشراف والبطون الظراف، المصفى من مصاص عبد المطلب بن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف. اللهم إني أسألك بفضل بأفضل مسألك بسألتك وبحب أسمائك إليك،
وكرمي عليكم بما أن أنت على سي علينا بسيدنا محمد صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، فاستيقظتنا به من الضلالة، أمرتنا بالصلاة عليه وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ولطفا ومنا من أعطائك، فدعوك تعظيما لأمرك اتباعا لوصيتك ومنتجزا لموعودك لما يجب لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أداء حقه قبلنا إذا آمنا به وصدقنا واتبعنا النور الذي أنزل معه. وقلت وقولك الحق، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمرت العباد بالصلاة على نبي فريضة افترتها وأمرتهم بها، فاسأل فنسألك بجلال وجهك ونور عظمتك وبما أوجبت على نفسك محسنين أن تصلي أنت وملائكتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك. أفضل ما صليت على أحد من خلقك، إنك حميد مجيد. اللهم ارفع درجته واكرم مقامه وثقل ميزانه وابلج حجته واظهر ملته واجزل ثوابه واضئ نوره وادم كرامته والحق به من ذريته ولبيته ما تغرب عينه. عظمه في النبيين الذين خلوا قبله. اللهم اجعل سيدنا محمد اكرم النبيين تبعا واكثرهم زراء وافضلهم كرامة نورا وعلاهم درجة وافصحهم في الجنة منزلة. اللهم اجعل في السابقين غاية والمنتخبين منزله وفي المقربين داره وفي المصطفين منزله. اللهم اجعله اكرم الاكرمين عندك منزلا وافضلهم ثوابا واقربهم مجلسا واثبتهم مقاما وصوابهم كلاما وانجحهم مسألة، افضلهم لديك نصيبا هم فيما عندك رغبة، وانزلوا في غرفات الفردوس في الدرجات العلى التي لا درجة فوقها اللهم اجعل سيدنا محمد اصدق قائل وانجح سائل. اللهم صل على سيدنا. الحمد لله وأول شافع وأفضل مشفع وشفع في أمتي بشفاعة يغبطوا بها الأولون والآخرون، إذا ما يستعبادك بفضل قضائك فاجعل سيدنا محمد في الأصدقين قيلا وفي الأحسنين عملا في مهدينا سبيلا. اللهم اجعل نبينا لنا فرطا واجعل حوضه لنا موعدا لأولنا وآخرنا. اللهم احشرنا في زمرتي واستعملنا في سنتي وتوفنا على ملتي وعرفنا وجهه واجعلنا في زمرتي وحزبي. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، وتفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حوضه وتجعلنا من رفقائهم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين. آمين. ونكمل إن شاء الله.